فبقول لحضراتكم احنا لازم نشوف ما هي المشكلة، ما هي حتى نتصور ما هو الحل. فبقول المشكلة انه حتى الناس الصالحين اسرى، يعني حتى لو اراد ان يفعل شيئا ممنوع عليه يعمل، اسير مش عارف يعمل حاجة. وان اللي عنده امكانية يعمل مش مستعد يضحي، بيلاقي فيه خطورة بيقعد في بيتهم، يقعد كده قدامه اكل وشرب ويتفرج على التلفزيونات ويقول لا حول ولا قوة الا بالله. ودي نسبة كبيرة جدا من الامة الاسلامية انهم متعاطفون ومش مستعدين يدفعوا ثمن حب الاسلام ده باي شيء. لا، ما دام في شوكة بس كده هتشاك يبقى لا، مع ان القرآن الكريم يقول ما ينفعش، ما كان ما ينفعش، ما تجيش للمسلمين لأهل المدينة ومن حولهما أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ما ينفعش لأهل المدينة ولا من حولهم من الأعراب، ولا يقدر واحد منهم يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام في أرض المعركة وهو قاعد في بيته، ما ينفعش. لكن أهل المسلمين كأنهم لا يقرؤون القرآن، فهو راضي بأنه يقعد في الغرفة المدفأة شتاء والمكيفة مبردة صيفا يتفرج على التلفزيون ويقول يا أخي والله زعلان قوي على أهل فلسطين وأهل غزة والدنمارك واللي عملته، والست وحشة قوي، الست اللي ضد الإسلام دي، وفلان اللي عامل يعني حاجة لا قوة إلا بالله. وبعدين خلاص يشرب شاي والمسألة هي هي. طب فين التحرك بتاعك؟ طيب يعمل إيه بقى؟ يا إخواني، إذا كنا نريد أن نكون صادقين، العمل الصالح، أنتوا عارفين المصحف ده، المصحف ده افتح آخر سورة التوبة. أنا في كل في الأسبوع الماضي أظن دلتكم على آخر سورة الأنفال. افتح كده آخر سورة التوبة هتلاقي فيه، مش إحنا بنقول الأعمال الصالحة والصالحين وما بتتكلموش ليه، أو الناس بيتكلموا عن الأعمال الصالحة؟ في سورة التوبة، في آية في سورة التوبة بتتكلم عن نوع من أنواع العمل الصالح، عشان تعرفوا إن إحنا مزورين لو ما نتكلمش عن الإسلام بتبيان كامل واضح وبإيضاح مستفيض ولا تزوير فيه. بتتكلم عن عمل الصالح، كلمة الأعمال الصالحة، من عمل صالحا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اسمع بقى العمل الصالح ده ايه. اهو الآية رقمها كام يا سيدي؟ رقم 120 من سورة التوبة، في خواتيم سورة التوبة. يقول الله تبارك وتعالى فيها عن العمل الصالح، لأن الآية دي هي اللي هتتكلم عن العمل الصالح، عن أنواع الأعمال الصالحة، هي دي وهتقول عنها عمل صالح. أقولها لكم، أقول لكم آخر الآية الأول، هقول لكم آخر الآية الأول. يقول إيه؟ المسلمين دول لن يفعلوا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا إلا كتب لهم به عمل صالح. الآية ده نصها أهو، إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعني آخر زي ما الناس بيقولوا آخر دروشة، الآيات اللي بتتكلم على العمل الصالح والمحسنين والطيبين واللي هيخشوا الجنة واللي حاجة جميلة جدا. طب قول لي بقى أنواع الأعمال الصالحة، أهو اقراها في سورة التوبة. أهو بص بقى اسمع عشان تعرف نوع المسلمين شكلهم إزاي. يقول ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم نصب تعب يعني، ولا ظمأ عطش، ولا مخمصة جوع شديد وفاقة وحاجة شديدة في سبيل الله، ولا يطؤون ما بيدوسش على الأرض، ولا يطؤون موطئا ها يغيظ الكفار. إذا حتى إغاظة الكفار بيحسبها القرآن عمل صالح؟ أدي بقى وعملوا الصالحات، كلام الجد، كلام اللي جاي من القرآن، مش اللي جاي من بيتنا، من جاي من الطرق التي تحرف الناس على الحق وتقول له اقعد هنا بقى طول الليل وابكي وعيط واقرا قران واعمل وسوي وخلاص ومالكش دعوه باللي بره. لازم نقرا قران، ولازم نبكي، ولازم نعبد ربنا، ولازم نصوم، ولازم نذكر الله، ولازم نتصدق،
ولازم نخرج بهذا إلى نطاق العمل الصالح، اللي هو اللي أنا هقوله النهاردة وما قلتوش المرة اللي فاتت، لسه ما جيتلوش، ما تقلقوش، أنا فاهم إن الناس لسه مش فاهمة ما الذي أقصده. كويس. ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. والآية اللي بعدها ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما، إلى آخر الآيات، وإنتوا ترجعوا للآيات في آخر سورة التوبة. إذن العمل الصالح ها منه القيام بإغاظة الكافرين، مش إغاظتهم يعني يطلع لهم لساني، لا، أغيظهم أي أغيظ منهاجهم بأن أعطله. الإغاظة هي تعطيل مناهج الكافرين. فأنا يا إخوة المشكلة الآن عندي أن ليس عندي ناس كافيين، أمة كافية، صف كافي للنهوض بواجبات الإسلام. ليه يا عم الشيخ؟ ما فيش ليه؟ لأنه الناس يا إما ما عند في مسلمين كويسين جدا ولكن ما عندهمش طريق، وإما أن في ناس كويسين جدا مسلمين ومأسورين ممنوعين من العمل، وإما أنه في ناس كويسين جدا وغير منتبهين فمحتاجين حد يصحيهم عشان يعرفهم أن لهم واجب، لأنهم بيعودوا يعملوا الكلام العمل الصالح الهامشي وسايبين العمل الصالح الأصلي، وإما أن المسلمين اللي في إيديهم شيء ما بيعملوش. فالأمة في الآخر مش موجودة أن أقدر أرد على الدنمارك وأقدر أرد على إسرائيل وأقدر أرد على عمان، مش موجود. بس كده، مش دي المشكلة؟ وهو ده الحل. حيث تقف، مكان ما نقف يبتدي الحل. انا مش عايز لا من المسلمين لا حكومات ولا افراد شيء لا يملكونه، شيء ليس في يدهم، وانما نحن نريد منهم ما هو في يدهم، اللي في ايدهم دلوقتي. انت مش موجود عندك امة اسلامية، يبقى مهمتك تصنع الامة الاسلامية المستعدة للتضحية وبذل الدم والمال والغالي والنفيس وبذل الأرواح والمهج في سبيل الله. الله، طب أنا يا عم الشيخ أنا اليهود لسه بيضربوا في غزة، ما أنا قلت لك انصرهم، ابعت لهم فلوس، حاول تضغط على الحكام لنصرتهم، حاول تعمل، قلت لك افعل ما بيدك، ولكن اعلم أنه ده النصرة الهامشية، إنما النصرة الحقيقية أن تعمل من أجل خلق الصف المسلم القادر المتمكن الذي يستطيع غدا أن يزيل عن فلسطين أزمتها كلياتها، وأن يمنع من يسب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يخلق هيبة المسلمين. سب الرسول عليه الصلاة والسلام، يا رجل ده ملكة بريطانيا ما يقدروش يشتموها في حديقة الهايد بارك اللي بيسموه هناك، ده جنينة منتجع تقف فيه، او يعني مش منتجع يعني بيسموه يعني متنزه، مكان بيتفسح فيه الناس، اللي عايز يقف يشتم اللي هو عايزه، يهاجم اللي هو عايزه، يقول اللي هو عايزه، بس ما يقدرش يمس الملك الا الملك لانها رمز بريطاني. فتروح الهايد بارك تتكلم كما تريد، الا كما تنقل الينا الاخبار. انا ما اعرفش بالظبط الوضع دلوقتي، انما هكذا بابا الفاتيكان له بعض. فاذا انا، وبعدين خليه، ما فيش حد، خليهم يا سيدي مستعدين يشتموا ملكة بريطانيا ويشتموا بابا الفاتيكان ويناقشوا الهولوكوست والمحرقة وكل شيء، لكن انا كمسلم، كون ان انت قانونك عندك في اوروبا ما يمنعكش من انك تعتدي على عقيدتي وتزدريها وتهينها، هي دي الجريمة في حد ذاتها، ما تعدل القانون. أنا لا أناقش حرية التعبير، قل لي والله أنا أرى أن محمدا جاء بشرع يفسد الكون، مش هزعل منك، هناقشك. قل لي أن محمدا هذا عدو للبشر، مش هزعل، أنا بقول لكم صراحة، هناقشك. إنما ترسمه في صورة كذا وفي صورة كذا وفي صورة كذا من باب الإهانة، لا. طب انا عايز اغير ده، سألت نفسي ايه اللي بيمنعني من التغيير، قالوا لي عدم وجود قوة امة قادرة. فقلت لك العمل هو الدعوة، انك، والدعوة مش ايه،
خلي بالكم، انا لا اقصد وحاشا لله ان اقصد ان الدعوة هي تحويل الناس الى الالتزام الفردي. لو عملت كده فقد خنت الله ورسوله، صدقوني يا اخوة هذه ليست الدعوة. الدعوة هي نقل الامة من مرحلة الى مرحلة، وفي وسط ده المسلم الفرد ينتقل الى الايمان. انما الدعوة هي حركة أمة الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام لو فضل قاعد جنب أهل قريش يقول لها يا ستي اتحجبي، يا عم صلي، إنما هو يتكلم حتى إذا استكمل عددا يصلح لمرحلة قطعها، يصلح لمرحلة قطعها. خرج من الأول، دخل في دار الأرقم يعلم المسلمين، خرج بالمسلمين إلى الكعبة في صفين، صف على رئاسته أو على أوله عمر بن الخطاب، وصف على رئاسته الحمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله، وخرجوا في الشارع يصلوا في الكعبة. بعدين مرحلة استكمل عدة، راح منتقل إلى الهجرة، أقام دولة، استكمل عدة، انتقل للجهاد، وهو ماشي بالأمة الإسلامية من مرحلة لمرحلة. المسلمين بقى يتعلموا لنفسهم وفي أفرادهم يلتزموا الالتزام الفردي، يبطل خمر، يصوم رمضان، يعني مسألة. إنما يبقى المسلم أقعد أنا جنب الالتزام الفردي وتقولي دي اسمها دعوة؟ عمرها ما كانت دعوة إلا لما زيفت مفاهيم الإسلام وزورت على الناس. عشان كده أنا بقول لحضراتكم أنا عايز أنجو أمام الله، فخايف أزور لكم مفاهيم فأحاول الإيضاح. ولذلك نحن كما أقول لا نطالب المسلمين لا حكومات ولا أفراد بما لا يملكون أبدا. ما بنقولوش احنا، انا بيجي ابنك الصغير، عنده صغير كده، يا حبيبي تحب تطلع ايه؟ يقول لك عايز اطلع دكتور طبيب. فتقول له طب خش ذاكر الجغرافيا بتاعت سنه تانيه ابتدائي ولا خمسه ابتدائي، ايه علاقه الجغرافيا بطبيب؟ ها يا حبيبي تحب تطلع ايه؟ يقول لك طيار. ما بقولوش طب اطلع على الطياره، بقول له طب خش خلص واجب الحساب اللي عندك، لانه لازم ياخد الابتدائيه وبعدين الاعداديه وبعدين الثانويه وبعدين الجامعه وبعدين يتدرب وبعدين يبقى طيار او طبيب او زراعي او محامي او صحفي او مهندس او ايا ما كان. فنكون اننا اريد في النهايه ان اصل الى امه قادره. ما اقدرش اجي على الناس المسلمين النهارده واقول لهم انتم عاجزون اقعدوا عيطوا على نفسكم ابكوا، وانما اقول انتم عاجزون ابتدوا من نقطه الصفر اللي في ايدك الان. تحرك رقاد الأمة بإيه؟ بإنك تدعو إلى الله، مش الدعوة العادية، دعوة فرد لعمل فردي بس، أن تفهم المسلمين أن عليهم دورا لدينهم وأنهم لا ينجون من العذاب إلا لو قاموا بدورهم على دينهم. وأنا قريت لحضراتكم الآية اللي بتقول يا مسلمين إلا تنفروا يعذبكم، إذا لم تتحركوا لدين الله ستعذبون. يا أيها الذين آمنوا ما لكم، إيه حكايتكم؟ إذا قيل لكم تحركوا، إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، اثاقلتم إلى الأرض كسالى، إيه الحكاية؟ راضين بالدنيا وسايبين الآخرة؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ مش كلام ده. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. اسمعوا، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وهم مسلمين، وقلنا الكلام ده في الحلقة الماضية. الكلام ده ما ينفعش أنا أقوله لحضرتك وإنت تشيله عندك، إنما عليك أن تفهمه. وكما قلت لكم، لو أنا جبت لك 10 قطع كده جنب بعضها سودة من ناحية وبيضة من ناحية، وحطيت لك الأسود كله وأصبحت الصفحة سوداء، لما تيجي تقلب القرش الأول والقرش الثاني والقرش الثالث كلها تقلبها تظهر الصفحة بيضاء بعد أن كانت مسودة. نفس الكلام، المسلمون اليوم محتاج احنا موضوع ان احنا نعمل انقلاب في مفاهيمهم، ان نغير الحلقة السوداء الى بيضاء، نفهمهم انك علشان تكون مسلم ما ينفعش تبقى شاب حليو ولطيف ظريف تصلي وبس كده وراجل لطيف وخلاص، عليك ان تصبح جنديا لفكرة الاسلام. ولذلك العمل الاسلامي الوحيد الصحيح الان العمل انك تغير جدولك اليومي، هو ده العمل الوحيد صح.
ان جدول حضرتك يا ايها الاخ البسيط جدا والست البسيطة والشاب البسيط والراجل العجوز اللي سنه 70 80 سنة ومعتبر ان الدنيا خلصت، العمل الاسلامي الوحيد الصحيح ان برنامجك اليومي يتغير، وتبتدي تنبه المسلمين تفهمهم انه عليهم دور. طب انا بتطلع مشاكل بقى، وخليني اكون صريح وواضح معاك تماما لاني مش هرجع للموضوع ده قريب، فلازم يكون واضح. تطلع مشاكل، واحد يقول طب انا ما اعرفش اقنع المسلمين بده ازاي. حلو جدا، يبقى اذا انت عندما اردت ان تقوم بالدور وجدت نفسك عاجزا عنه خطوه لورا، انك مش عارف ازاي، يبقى عليك ان تتعلم. يبقى بقعد يوم السبت في البيت اذاكر هقول ايه للمسلمين واحفظه، وانزل يوم الحد اكلمهم، ويوم الاثنين ارجع البيت اقرا تاني، ويوم الثلاثه اكلمهم، ويوم الاربع اقعد مع مجموعه من الناس نقول لهم تعالوا نتدارس كيف ننبه المسلمين الى قضياتهم، فيقولوا نقول كذا والشيخ فلان كان قال استعملوا الطريقه الفلانيه في الدعوه، يتدارسون، وارجع اذاكر واقول دي المهمه الدائمه. ايها الاخوه، هذا هو العمل الوحيد الصحيح، هو دي فريضه الوقت، اني احول المسلمين من ناس مركونين على الرف ويفهمون الاسلام على غير حقيقته ولا يمارسونه كما أراد الله للإسلام أن يمارس، مش بطريقتنا، مش بتفكيرنا، مش زي ما قالوا لنا، علشان هو أعداء الإسلام حبوا يرموا للناس إسلام غير صحيح عشان يتكعبلوا فيه، يقولوا عيشوا في الحاجات دي، يقوموا يتركوا الإسلام الحقيقي. فأنا محتاج أفهم المسلمين حقيقة الإسلام. طب واحد بقى قال لي يا مولانا انت بتتكلم عن ايه يا عم الحاج، ده انا راجل بياع ليمون قاعد على نصي، ولا ببيع عيش، ولا ببيع حاجة، ولا بشتغل سباك ولا نجار، ولا اعرف اذاكر ايه واتكلم ايه. وتقول لي طب انت صحيح قلت لي بلاش كتب، خد شريط تسجيل واسمعه كويس واحفظه وقوله، بس انا مش قادر. هقول له سيادتك بتشتغل ايه؟ يقول لي كهربائي. اقول له كويس، اشتغل في الاسلام كهربائي. كهربائي بيعمل ايه؟ التلفزيون اللي حضرتك بتتفرج عليه دلوقتي ده اللي ركبه لك واحد ما يقدرش يعمل محطة بث تلفزيوني، وما يقدرش ايضا يعمل محطة توليد كهرباء، ولكنه كهربائي بسيط جاء بسلك كهرباء جاي من محطة توليد الكهرباء ووصله بجهاز تلفزيوني قادر على التقاط البث، وحط السلكين على بعض فوصل تيار كهربي بين الكهرباء وبين محطة التلفزيون، وصلني الإرسال. اعمل كده، اعمل قاعدة في بيتك وهات من يستطيع أن يشرح للمسلمين قضيتهم، وابتدي اشرح لهم القضية على حقيقتها وانت ساكت، ولكنك وصلت هذا بذات. هو عمل ايه الأرقم ابن أبي؟ هو مين الأرقم ده أصلا؟ الأرقم ده شاب في العشرينات، عريس جديد اتجوز. الأرقم ده ما كانش عن مش فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور الأرقم ابن أبي الأرقم الأستاذ بكلية أصول الدين، ده كان ولد كده اتجوز عريس جديد لطيف ظريف لسه صغير، وعروسته صغيرة في أقل من 20 سنة، لسه في 18 ولا 16 سنة، اتجوزوا بس عايشين في منطقة الكفار ما بيتابعوهاش، فتحوا بيتهم يدخل الرسول ويدخلوا معاه الصحابة صلى الله عليه وسلم يعلمهم الإسلام. البيت ده بسبب الولد اللطيف اللي في العشرينات ده أشرقت الدنيا بهذا البيت. كهربائي بيوصل سلك بسلك، مسألة في منتهى البساطة يا إخوة، افتحوا بس. ولذلك أقول أيها الإخوة، حيث توقفت قدراتكم، مش قدراتكم أنتم، حيث توقفت قدرات الأمة الإسلامية، إن ما عندناش ناس تدافع عن فلسطين، ما عندناش ناس تدافع ضد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فلنصنع من يدافع، نفهمه حقيقة الإسلام. وهو ده العمل الصحيح الوحيد، انك تحول المسلم الى قائم بمهمته، الى قائم بوضعه. ولذلك بعض الإخوة الكرام قالوا لي، ولذلك انا عايز الاول اقول لكم، انت ايها المسلم معذور لعجزك، يعني اذا انت عاجز معذور أمام الله سبحانه وتعالى، أنت معذور عاجز مش عارف. الرسول عليه الصلاة والسلام ترسم له رسوم كاريكاتيرية ولا تستطيع أن تدفع عنه، أنت معذور شرعا. بس معذور لغاية إيه؟ لغاية إمتى؟ معذور
ما دمت قائما بمحاولة إزالة العجز. أنت عاجز خلاص، بس أنت تحاول أن تزيل العجز. الرسول عليه الصلاة والسلام قال واحد بيجر نفسه، خباب بن الأرت بيخب بيجر نفسه، قال له: ألا ترى ما ينزل بنا يا رسول الله؟ قال له: اصبروا، اصبر اصبر اصبر. ايه، هو في حد صابر اكتر من امال؟ مين اللي صابر؟ اذا ما كانش خباب بن الارت صابر، مين اللي صابر؟ ده خباب بن الارت كانوا بيكوا ظهره بالفحم المولع، مين اللي يبقى صابر؟ انما قال له: والله لا يتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضر موت لا يخشى الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فإذا العمل، ان باختصار ووضوح، ان المسلمين اللي بيباتوا بالليل راضين عن نفسهم لانهم راحوا صلوا التراويح في رمضان وقروا قرآن ودفعوا الصدقات وعملوا، لازم يعرفوا انهم ما يرضوش على نفسهم لانهم في خطورة. انا اعلمهم هذا واقول لهم: لا تبرأ ذمتكم امام الله عز وجل إلا إذا قمتم بواجب الدين ونصرة الدين والجهاد في سبيل الدين والعمل في سبيل الإسلام. وأنا معذور ما دمت أزيل عجزي. ولذلك لما ألاقي المسلمين مجرد متعاطفين أو شيء من هذا القبيل لابد أن أزول. ولذلك يا إخواني أقول لكم بوضوح أنه يعني إيه الجدول اليومي لحضرتك هو الشيء الوحيد فقط الذي يستهدفه الإسلام، وهو أن تعمل من أنا الحقيقة جايب بعض أوراق معايا، كل ما واحد أكلمه يطلع فكرة، فقلت أكتب ما يطرح علي في هذه اللقاءات. فإذا جاءك الموت وأنت عاجز تأثم إلا إذا كنت قائما بإزالة العجز. ولذلك أنا بتكلم مع حضرتك وأنت تتكلم مع الآخر، تكتب تدرس، والآيات اللي ذكرتها في الأسبوع الماضي تكون عند الناس وتتداولها وهكذا، وتعيش بقى في خيالك وفي حلمك وفي تصورك الحياة الحقيقي يعني الآمال الإسلام. بصوا يا جماعة، الرسول عليه الصلاة والسلام، ودي نقطة مهمة جدا، لما بعث في مكة أم قالوا جبريل اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. عاد النبي عليه الصلاة والسلام يرتجف وقال: زملوني، دسروني، أنا في حاجة غير قلق. لما راح لورقة ابن نوفل، ورقة ابن نوفل من أول يوم قال له: على فكرة لا تقاتل، لا تكذبن هيكذبوك، ولا تؤذين هيؤذوك، ولا تخرجن هيطلعوك من مكة، ولا تقاتلن هيقتلوك، ولا تنصرن في الآخر يأتي النصر. المنهج الإسلامي مش منهج سري، ده منهج واضح، هيحصل ايه بالضبط، هيحصل كذا 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 كذا. لذلك لابد أن يعيش الإنسان في حياته أنه متصور ما الذي يجب عليه كمسلم، والإسلام هيوصل معاه لإيه وإلى أي شيء يبلغ. هو محتاج يبقى، وأنني لا أستهدف بعملي أني أعدل عن العمل الحقيقي إلى العمل السهل، ما هو شيء طبيعي. تعالى يا فلان في النهاردة ختمة، فيروح يقول لك: يا سلام أنا كنت في حتة من الجنة، والله يا أخي هذه الحياة الحقيقية. لا، الحياة الحقيقية أن تعمل في سبيل الله من أجل أن توجد أمة إسلامية مجاهدة قائمة بالحق ناصرة لدينها، وأنت في هذا تعمل ومش مستعد أن عدوك يستهلكك في غير هذا. هذا هو الذي ينجي. ولذلك أرجو أيها الإخوة أن أذكر لحضراتكم، أنا ذكرت لكم بعض نموذج زي الأرقم ده، بس أنا مش عايز أذكر الأرقم لوحده. المسلم حتى لا يحتقر عمله، لأن ممكن دلوقتي مثلا، خليني أضرب مثل بإيه، زوجة على سبيل المثال، زوجة سنها مثلا 25 سنة وقاعدة في بيتها، وتعمل إيه دي؟ لا
لما أبص أنا للصحابة البسطاء عملوا إيه؟ هجد إن كل صحابي منهم عمل كان في منتهى البساطة، ولكنه أدى دورا كبيرا. الأرقم ده زي ما قلت لكم، عريس فتح أوضة الصالون اللي عنده ودخل الرسول وأبو بكر وعمر وحمزة وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وقالوا اتفضلوا وقعدوا بقى خلاص. واحد تاني اللي هو خباب بن الأرت نفسه اللي كنت أحكي لكم عنه الآن، اللي كان يعذب بهذه الصورة، ماذا فعل خباب بن الأرت؟ خباب بن الأرت ذهب إلى بيت زيد، ده واحد من العشر المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، سعيد اللي هو جوز أخت عمر بن الخطاب، فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب، فاطمة دي متجوزة واحد اسمه سعيد بن زيد، أسلموا قبل سيدنا عمر. خباب كل اللي عمله إيه؟ إنه راح بيتهم يقعد معاهم كده على شلتة وهم على شلتتين، يعرفهم كيف يقرؤون القرآن. خباب العبد اللي يتباع بالفلوس ويتشال، خد 10 جنيه واديني خباب، اقول لك هات ال10 جنيه خده تاني سلعة. خباب ده بسبب هذا اصبح مين تلامذته؟ 2 من ال10 المبشرين بالجنة. سعيد بن زيد ده من ال10 المبشرين، كان تلميذه قاعد قدامه بيتعلم القرآن، وفاطمة بنت الخطاب اخت عمر بن الخطاب تلميذته. وبسبب الوقعة دي سيدنا عمر بن الخطاب أسلم لما جاء من الشارع بعد ما سمع أن أخوه أخته وجوزها أسلما، فدخل البيت فسمع صوت خباب بن الأرت وهو بيقرأهم القرآن، قال لهم إيه اللي أنا سمعته ده؟ فأسلم عمر بن الخطاب وقفز خباب أمامه قال له أرجو أن يصدق فيك دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فقد سمعته يقول اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل ولا عمر بن الخطاب. أدي عمل في منتهى البساطة جدا، بمنتهى البساطة وأدى دور كبير. أما تيجي تشوف واحدة زي أسماء بنت أبي بكر عملت إيه؟ ما كانت بتصلي وكانت محجبة على فكرة، صح ولا لا؟ محجبة محجبة ما شاء الله، تقرأ قرآن وصدقة ماشية الأمور يعني، إنما دورها أنها خلفت الإسلام في قضيته بخير. خلفت أباها ورسول الله يوم الهجرة، لما هاجروا هي اللي كانت قاعدة، جدها اللي هو أبو بكر أبوه قال لها وأبوك لما هاجر وسابك ماذا ترك لكم؟ قالت له لا ترك لنا كتير، جابت شوية زلط حصى وغطته بشال من صوف ولا كشمير، وخدت إيد جدها اللي هو الأعمى تحط ايديه على الحصى، فقال لها اه لا دي كمية فلوس كويسة، افتكر دنانير مغطاة تطمئن البيت. وتذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام في الغار بالطعام وباخبار قريش وهي حامل في شهرها الاخير، تطلع الجبل وهي حامل في الشهر التاسع، تطلع الجبل لتبلغ، ولذلك ولادها دول طلعوا فيهم بركة، ام قائمة بفعل الاسلام. دي اللي راح ابو جهل ولطم ابنة ابي بكر قال لها فين ابوك وفين محمد، ولم تقل له ابدا اين هم. دول هيخش الجنة مش علشان بتصلي وتصوم وبس، ده مهم، اوعوا حد يتخلص الكلام ده يقول ده الشيخ ده اللي بيقول مش مهم الصلاة ومش مهم ده، ما هو المسلمين بقى في ناس مخ بقى حاجة سبحان الله. اوعى حد يقول، انا بقول لكم دي حاجات في منتهى الاهميه ولكن كاساس يبنى عليه. تعال نشوف واحد مثلا زي مصعب بن عمير، دوره ايه مصعب؟ مصعب ده قاعد جنب الرسول عليه الصلاه والسلام يتعلم منه في مكه سنين طويله، كشاب بيتعلم الاسلام، الرسول عليه الصلاه والسلام يقرا عليهم الايات والقران وبيبكوا، صلوا قيام ليل وكل حاجه وبيتعلم ويفهم. لكن لما جم ناس أسلموا من يثرب اللي هي بقت المدينة المنورة، كان عندي كنز اسمه مصعب بن عمير. يعني ايه كنز؟ يعني فاهم الإسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام كأنه قال له عارف مخك ده يا مصعب، أنا مؤتمن مخك ده على دين رب العالمين.
ده معنى ضخم جدا. شاب صغير سنه 25 سنة، ولا لما وصل ساعتها 32 سنة، لسه شاب صغير، وصل لدرجة انه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مؤتمنه، مؤتمن مخه عقليته على دين رب العالمين، فيقول له روح بقى. طب افرض راح، ده هو كان في انترنت ولا كان في فضائيات ولا تلفزيون ولا اذاعه ولا تلفزيون ولا اسمه جوال ولا محمول ولا شيء يستفتيه، يقول له والله يا رسول الله نسيت اسالك عن النقطه الفلانيه. ده كان ممكن مصعب ده يفسد المدينه المنوره بدل ما يصلحها، انما ذهب ونورها لانه كان. يبقى مصعب مش قيمته يا اخوه، ليست قيمته انه قعد في مجلس الذكر ويصلي ويصوم، وانما انه جهز نفسه بذلك لمهمه قام بها ففتح يثرب. جعفر بن ابي طالب اللي قريش عذبته فهاجر حبشة وراح هناك، الدور اللي عمله ايه؟ هو كان ممكن يكون والله اهو ما شاء الله راجل صلى صام وبيعبد ربنا ومؤمن بما عند الله سبحانه وتعالى وحاجة عظيمة جدا، انما ده لما راح كان سببا في اسلام مالك الحبشة، اسلام النجاشي اللي الرسول عليه الصلاة والسلام صلى عليه عند موته بدعوة جعفر والمسلمين. النجاشي اسلم ملك بمملكته، أسلم عشان جعفر الشاب الصغير اللي راح عرف يعرض الإسلام في وقفة. يبقى المسلم مش قيمته، أنا مش عايز ناس يقعدوا، أنا بقول لكم صلوا صوموا ابكوا واقروا قرآن وتحجبوا واعملوا، بس ما تقوليش إن هي دي النصرة الكافية. وهذا لا أقوله وحدي، يقوله كل الدعاء اللي بتسمعوهم يقولون لك هذه هي الخطوة الأولى، إنما تعمل الخطوة الأولى وبعدين ترجع البيت تاني ترتد على عقبيك. ولذلك القرآن سماها ارتداد، قال من يرتد منكم عن دينه هيمشوا وهيجي غيرهم فسوف يأتي الله بدلا منه، فسوف يأتي الله بقوم لهم ست صفات يحبهم ويحبونه، أذل على المؤمنين أعز على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم، ناس بتحيي الإسلام. وقد حكيت لكم يا إخوة والله وأرجوكم أفيقوا لهذه المعاني لأنها صلب دين الله عز وجل، صلب دين الله. ورد في بعض الآثار من جاءه الموت وهو يطلب العلم، مش داخل الجمعية الشرعية ولا الأزهر ولا أنصار السنة بياخد العلم وخلاص، وإنما له هدف وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام، يطلب العلم بقصد إحياء الإسلام، بقصد إظهار الإسلام، إيجاد الإسلام في الأرض. شايف ما في الإسلام لا يعرف علما بغير وظيفة للعلم، بغير هدف، بغير توظيف له. من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام، كان بينه وبين الأنبياء درجة واحدة، اللي هي بس درجة أن ينزل الوحي عليه، إنما هي دي هو ده دور النبوة. وربما ذكرت لكم من قبل إن هناك ناس هيعيشوا بيعبدوا حمار ويموتون وهم يعبدون الحمار ويلقون الله وهم كانوا يعبدون الحمار وسيدخلون الجنة. ليه؟ لأنه يعذبوا. ليه؟ قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهؤلاء ما وصلتهم رسالة الإسلام، كانوا في الأدغال ومحدش وصل لهم رسالة الإسلام، يدخلون الجنة. وقال العلماء في مقابل كل واحد من هؤلاء لم تبلغه رسالة الإسلام يدخل الجنة، يحاسب كل مسلم عاش في هذا العصر على ظهر الأرض. فأقول له الله طب وأنا يا ربي هوصل له إزاي في الأدغال ده، أنا ما كنتش بعرف أركب أتوبيس من الحي اللي أنا ساكن فيه للحي التاني. يقول ابدأ من حيث أنت، ابتدي دعوتك من اللي جنبك، حرك الناس، فإذا تحركت قوى الناس انتشر الإسلام. فمهمة الإسلام النصرة الحقيقية إن جدولك اليوم يتغير يا أخ الإسلام وتدعو إلى الله عز وجل. أنا بكلمكم عن أدوار الصحابة البسيطة. عبد الله بن مسعود ده
ده كان عبد بيتباع ويتشرى. لأن المشكلة إن قريش سمعت إن في محمد، وسمعت إنه يقول إني رسول الله، وسمعت إنه نزل عليه القرآن، وسمعت أنه يدعو إلى دين جديد، لكنها سمعت عن هذه الأشياء إنما لم تسمعها، لم تسمع القرآن. فقال الله، ده الناس دول ما سمعوش القرآن أصلا. فقرر أن ينتدب نفسه لهذه المهمة، فوقف يسمع قريشا القرآن لأول مرة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وظيفة. بسبب هذا الكلام الذي أخذ بألباب قريش، ده وصلت لما سمعت مثلا سورة النجم إنهم سجدوا وهم كفار، وهكذا. أنا عايز أقول لحضراتكم حتى لا أخذ وقتا طويلا، أن كل من يقوم بعمل، كل من يقوم بعمل بسيط يمكن أن يصل إلى نتيجة كبيرة. دي بتاعت ربنا، لأن الدين دي إنما أنت بتعمل عملك. ويكفيك أن رجل زي أبو ذر الغفاري كان من قبيلة كلهم حرمية وقطعين طرق. لما أبو ذر الغفاري من قبيلة غفار أسلم، الناس قالوا يا خبر، سبحان الله، واحد من العصابة جاي مسلم، واحد من عصابة قطاع الطرق، استغربوا. إنما عاد أبو ذر إلى غفار، لأنه كان لسه الهجرة ما جاتش، والرسول عليه الصلاة والسلام قال ارجع حتى تسمع عن أمري، يروح ويأتي بغفار وأسلم، القبيلتين اللي جنب بعض، يأتي بهما قبيلتين مسلمتين بكاملهما، بالكامل، لأنه راح يشتغل. راح يشتغل. المسلم اللي ما بيشتغلش مش مسلم، ما ينفعش. اسمعوا لي يا أخوة، في وقع أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف يوما على المنبر وقال إيه الحكاية، ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم، مش بتعلموا المسلمين ليه، مش أنا بقول لكم فهموا المسلمين حقيقة الدور بتاعهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إيه اللي مخلي، ما الذي يجعل بعض المسلمين لا يفهمون المسلمين حقيقة دينهم، ما بال أقوام لا يفقهون، الفقه يعني الفهم الإدراك، ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم، ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم. ثم هددهم، فأصبحت قبيلة كاملة اللي اتضح أنها مقصودة، يخلصوا شغلهم وعلى صلاة العصر يخرجون من ديارهم، يمشوا في الصحراء ناحية ديار القبيلة المجاورة، يروحوا يدلهم دروس من العصر المغربي يفهموهم الإسلام، لأن القبيلة دي كانت قديمة الإسلام والقبيلة دي حديثة الإسلام لسه متعرفش. ففضلوا يروحوا ويرجعوا سنة كاملة حتى فقهت هذه القبيلة الجديدة الإسلام. لولا كده توعدهم النبي عليه الصلاة والسلام بالعذاب، قال أنا سأعاجلهم بالعذاب في الدنيا، والله تعالى سيعذبهم يوم القيامة، وهم مسلمين، وهم مسلمين، وهم مسلمين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا هعذبهم في الدنيا، هعاقبهم في الدنيا، وربنا هيعذبهم في الآخرة، وهم صحابة ومسلمين. فدخلوا له بسرعة قالوا يا رسول الله اعمل معروف، احنا طالبين منك سنة واحدة بس مهلة، في السنة دي، مش سنة لما نخلص الثانوية العامة ولا لا، سنة هنشتغل ليل ونهار، كل يوم نخرج ونعود حتى نعلمهم. ده اللي نجاهم من العذاب. ففريضة الوقت يا أخي الكريم أن تقوم بواجب الإسلام في النقطة اللي عاملة لنا مشكلة، إن ما عندناش أمة قادرة، يا إما أمة مأسورة، ناس ما عندهمش قادرين نعمل حاجة، يا إما ناس عندهم إمكانيات ومش فاهمين، يا إما ناس متعاطفين بس. النقطة اللي إحنا واقفين عندها نشتغل عليها، ولكن نعمل ليلا ونهارا حتى ننشئ الصف المسلم القادر المحترم الذي يستطيع أن يقوم بواجب الإسلام. يا رب أكون وضحت كفاية ويكون واضح. وقد ضربت لكم على حسب ما أحصيت أكثر من 25 دليل، آخرهم هو اللي بقول لكم الواقعة، ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم، ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم. 25 دليل على أن من يسلم ويقوم بالعبادات بتاعته هو، الصلاة وزكاة وصيام وحج وقرآن وصدقات
ودي حاجات مهمة جدا، ودي حاجات محدش طايلها، اوعى حد يطلع يقول كلام غير كده. هذا ليس ما ينجي من العذاب إن لم نقم بمهمتنا. ما مهمتنا؟ هي إنشاء أمتنا. طب الحاجات التانية اعملوها، اعملوها بس اعملوها واعرفوا انها اللي في ايدينا دلوقتي، انما الاصل ان انا اخلي ايدي مليانة بقدرات. ولذلك اقول لك ادعو الله ان ينصر المسلمين، اضغط على الحكومات لتنصر المسلمين، ارسل مالا لنجدة المسلمين، قاطع البضائع، ارسل اعانات، لا تساهم في بناء الجدار العازل، لا ترسل له حديد ولا اسمنت ولا زلط، ومن العار ان يكون المعبر بين مسلم ومسلم، بين مسلم ومسلم جنب بعض كده، لازم يتدخل، يحتاج تدخل اخر، ولكن لا يصح اطلاقا ايها الاخوه ان نفعل هذه الاشياء اللي في ايدينا، اللي في ايدينا، ونترك ان ايدينا الحاجات اللي فيها ضعيفه. دي عامله زي بالظبط واحد، ولعلي اختم بهذا المثل ولو سمحت احفظوه. واحد، انا لقيت واحد انسان جائع هيموت من الجوع ومن العطش وليس عنده مال، وانا رجل فقير وهيموت من البرد وما عندوش لبس، والدنيا تلج، محتاج اجيب له لبس ب 10 جنيه واكل ب 10 جنيه واعمل له بيت كده كوخ حتى ب 100 جنيه، يعني محتاج 200 300 جنيه، انا اللي في جيبي كلهم جنيه واحد بس. اروح بالجنيه اشتري سندوتش واقول له اتفضل يا حبيبي كل الهنا والشفا، لكن لما اديله السندوتش ما اعتبرش نفسي قمت بمهمتي، لانه لسه بردان وبيموت من البرد وما عندوش بيت وما عندوش اكل تاني وعاجز عن الحركة وما عندوش دواء ومحتاج طبيب يعالجه. فلما اديله جنيه ابعت له قاطع ولا ابعت له اغاثة انسانية ولا دواء، ما اعتبرش ان انا، لا، علي بقى اشوف اجمع له المبلغ المطلوب له وانبه المسلمين اليه. هذا مثل المسلمين الان، مثل المسلمين الان كده بالظبط، ان انا اللي في ايدي قليل، ما ينقذش واحد محتاج دواء ولبس واكل وبيت و و و و فبديهوله لان ده اللي في ايدي، انما علي ان اوفر له المقومات. فيا ايها الاخوة المسلمون، احذروا الله عز وجل، احذروا الله عز وجل. اذا ارسلت معونات وتبرعات زي ما بيسموها، ما اسمهاش كده، تبرعات ومعونات لهؤلاء، وتعبت نفسك قوي، اعرف انك بعت له جنيه اللي ياكل بيه سندوتش لكن مقوماته لسه ضعيفه. شغلك انك ايها الاخوه، مهمتكم ان توفروا مقومات القوه والحياه للامه الاسلاميه، مش انك تبعت الجنيه اللي هيساعده من الغدا للعشاء وبعد كده ترجع المشكله زي ما هي. اللهم اني اسالك ان يكون الكلام واضحا يا رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من أن أكون كاتما وأن يكون الكلام في قمة الوضوح. يا رب